السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرحنا بالفيديو السابق شلون ننزل اللعبة، وشفنا اللعبة انه تقطع، بس قلنا لازم نسوي حل على ما نخلي اللعبة ما تقطع، وقلنا باستخدام برنامج تشيت ان جاين اللي هو راح يخلي اللعبة تتسرع لكن بأماكن يعني محددة. بس هسا أول شي خلينا نشوف شلون ننزل هذا التشيت ان جاين وشلون نسرع. كل ما عليك ان نطب على اي متصفح اللي هو النت او الكروم او اي شي، تكتب cheat engine اللي هو هذا، نت شوية ضعيف، وهذا هو الموقع الرسمي مات. تضغطون على هاي الكلمة اللي هو داونلود راح يبدأ بالتنزيل. شوي النت ضعيف، اي بدأ بالتنزيل. ورا ما تنزلوه يعني ما يحتاج شلون تنصبوه، يعني تنصيب مباشر، فقط تشتغل اضغط عليه ونصب بالمكان اللي تريده، ما بي اي شي. هاي بالنسبة للتنصيب. بالنسبة شلون نخليه يتسرب، طبعا هو ما اني البرنامج اللي استخدمه فقط اسجل الشاشة، فما راح اراويكم شلون راح اسرع اللعبة، راح اقول لكم فقط شلون يسرعوها. شغلون البرنامج بالضغط على اليس، وبعدين تختارون اللعبة اللي هي المصارعة. بس نفس ما قلت لكم ما اقدر اشغل هذا المصارعة لان يسجل فقط الشاشة. خلينا نفترض بان المصارعة هو هاي، خلينا نفترض ان المصارعة هاي. تضغط على انيبل سبيد هاك، وكذلك تختار السرعة المناسبة تعمل عندك، يعني سواء 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو أكثر، يعني عادي لحد 10 كيفك، تسوي 5 6 المهم، لكن 5 وفوق بالنسبة للأجهزة الضعيفة، وبالنسبة للزينة 2 3 كلش كافي. أني أسرحها 5 لو 6 لو 4، يعني حسب المريود. زين احنا شفنا انه ما تسرع بالبلاي العادي، لكن وين تسرع؟ تسرع فقط بهذني الاثنين اللي هو اقرا اسمهم كل الزين. اول شيء اللي هو شو كيس، اللي هو طور مال دانيال براين. شلون يعني شو كيس الحياه مال دانيال براين، تقدر تلعبها للعبه بشكل سريع بتسريع هذا البرنامج حتى لو جهازك كان ضعيف. وكذلك ال 2K تاور اللي هو التاورات اللي تقدر تلعبهن، يعني يعطوك مثلا شخصيات لازم تهزمهم او يعطوك هم قواعد المباراة، يعني فقط بهذني تقدر تلعب اللعبة بشكل سريع. اما وغيرهن فاللعبة بتشتغل عندك بشكل سريع. هذا كل كان عندي. بالنسبة إذا حبيتوا تنزلون يعني ألعاب تريدون جديدة أو حديثة، أنا أقدر أو باستطاعتي أن أقولكم شلون تنزلوها، لأن عندي يعني مواقع وعندي أشياء أعرف شلون أنزل الألعاب. فلذلك أي لعبة بس كتبوا لي اسمها بالتعليق أجيب لكم طريقة تنزيل. أما بالنسبة للمصارعة فهاي الطريقة شغالة وسرع لكم اللعبة، لكن فقط نفس ما قلنا بشو كيس و2 كي تاور. وأحاول قدر الإمكان نسوي فيديو على مود نشوف اللعبة شلون تشتغل بشكل سريع. ونفس ما قلت لكم أي لعبة أي هاي فقط بالتعليق. على كل شان عندي، شكرا لكم.